بحب التنوع، فانا مفيش مش هتلاقي تيم واحد ماشي في شويه في الافريكان، شويه في الابستراكت، شويه في الكوبيزم ارت زي ده، شويه بورتريه. يعني انا بحب كل انواع الارت، فكل لوحه ليها تجربه، وكل لوحه ليها تعب بتاعها، وكل لوحه ليها يعني الثيم بتاعها، كل لوحه ليها العمق بتاعها. طبعا الكوبيزم بالنسبه لي ده اقرب حاجه ليا بحبها. اللاين ده حبيته لانه في عمق جامد، فهو يعني ليها معنى، وليها معنى للي دارس رسم. اللي ورايا دي اشخاص يعني هتلاقي، بس مش ده اسمه ابستراكت مع كيوبيزم، ما هوش دقيق بدقه البورتري زي البورتري اللي هناك ده، فهو مختلف. للاسف مش كتير قوي اللي حابين قصه الرسم، ومش كتير قوي، في ناس معينه فئه معينه بتحب. فهي الفكره جت ان انا عملت لوحات كتيره وحبيتها، وكل لوحه ليها معنى عندي، يعني حبيت اعرض واخد راي الناس، واعرف يعني الماركت بيحب ايه، وانوع يعني. بصي، هو معظم لوحاتي هتلاقيها كالرفل، لان انا بحب الالوان قوي. يعني هتلاقي الالوان قويه قوي اكتر حاجه، هتلاقيها معظمها ليديز. احساس المزيكا مع احساس الالوان مع الاحساس الابيض اللي هو بيدي نقاء، انا بحس ان هي تشيرفل قوي مع يعني جزء بتاع المزيكا. الالوان هتلاقيها كتير جدا مع حته البيورنس مع الابيض، بحس ان هي يعني لايقه مع الفيمينانيتي، ان هي في واحده ست في اللوحه. الحقيقه اللي انا برسم اللي انا حاساه، يعني ما عنديش حاجه ورا الكلام ده، هي احساس جه فعملته. برده في لوحه فوقيها اللي هي برده وش واحده وفي جليتر وذهبي وفضي، برده من اللوح اللي بحبها قوي. بحس ان هي فيها كونفليكت كده بين الفيمينانيتي والطيبه، وحته كده دارك يعني.